الله راح يتم اعتماد جميع المقترحات العربية المشتركة اللي راح تروح لمؤتمر مندوبي المفوضين. تم مناقشتها خلال 4 اجتماعات سابقة، وهذا هو الاجتماع الأخير. تم إقرار العديد من القرارات وبعض القرارات الجديدة، أهمها قرار جديد حول الذكاء الصناعي. وهالاجتماعات العربية مهمة جداً لتوحيد المواقف ولتبادل الآراء، بحيث أن نحضر المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية بموقف عربي موحد. كل ما كانت تحضيرات جيدة يكون موقفنا كفريق عربي، كدول عربية، كمجموعة عربية أقوى دائماً، وبالتالي المؤتمر هذا يكتسي أهمية أخرى قصوى، لأنه منظمة في دولة عربية تستقبل دولة الإمارات المتحدة العربية الشقيقة واستضاف في دبي، وبالتالي نحن كمجموعة عربية عندنا مسؤولية أكثر لإنجاح هذا المؤتمر. الاجتماع ده أهميته إن هو آخر اجتماع تحضيري، فبالتالي لازم إن شاء الله نخرج مخرجات الاجتماع تكون إن إحنا حطينا كل المقترحات تم بلورتها في الصورة النهائية، وإن شاء الله بعد الاجتماع مباشرة هيتم إرسالها للاتحاد الدولي للاتصالات.